السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أعزائي متابعي قناة الإبداع، دايما معكم أحمد علي من القناة. لو لسه أول مرة تشوف الفيديو يا ريت تشترك في القناة عشان يوصلك كل ما هو جديد. إن شاء الله النهاردة في الفيديو بتاعنا هنبدأ نتكلم عن إزاي نعمل عملية دمج للصوت مع الفيديو. لو أنت لسه أول مرة بتشوف الفيديو، في فيديو سابق عن البرنامج الفورمات فاكتوري، هتلاقي الرابط أسفل الفيديو في ازاي تحذف الصوت. تمام، ازاي تحذف الصوت من الفيديو. هنا ببرنامج فورمات فاكتوري ممكن يحذف لك الصوت اللي في الفيديو وينزل لك الصوت الجديد اللي حضرتك عايزه. تمام، لكن لو هنبدأ نستخدم برنامج الموفي ميكر، ده لازم يكون مفهوش الفيديو مفهوش صوت. هنوريكم الطريقتين، كل طريقة في حلقة مختلفة. بتبدأ هنا بتلاقي كلمة فيديو في الصوت الصور ما مش عارف ايه، بتلاقي كلمة المتقدمة، بتبدأ تضغط عليها او advanced. تمام، بيقول لك دامج الفيديو، دامج الصوت، ميكس وسائل معلومات الملف. دامج الفيديو يعني فيه مثلا اجزاء متقطعة، مثلا 3 دقايق من حتة معينة، على 4 دقايق من حتة معينة، الخمس دقايق بتجمعهم مع بعض يبقى كده ايه، دامج الفيديو. دامج الصوت بيكون مثلا دقيقتين من اغنيه كذا على شويه موسيقى على وهكذا. طيب الميكس، الميكس بيركب لك الفيديو على الصوت. تمام، او بيشيل لك الصوت اللي في الفيديو وبيحط لك صوت تاني. بنبدا نختار ميكس. تمام، بيقول لك اختار الصيغه اللي حضرتك عايزها، وليكن اي دي اي مثلا او ام بي 4 حسب الصيغه اللي بتريحك او اللي تناسب مع حضرتك. تختار الشاشة أو اللي أنت عايزه. تمام، حسب اللي أنت عايزه بتبدأ تعمل. أنت هنا عايز هنا من الخانة الأولى بتاخد الفيديو، تبدأ كلمة استعراض مثلا، وليكن ناخد تقليل حجم والمساحة، نعمل استعراض. تبدأ تضغط على الكمبيوتر على أي أغنية مثلا، نختار وليكن يا جار طنطا يا كليتنا، دي أغنية. بتبدأ تندرج، بتبدأ تضغط على كلمة موافق، وبتبدأ تضغط على كلمة بدء. تنتظر يعني حسب بقى حجم الفيديو وحسب مدة الأغنية وهكذا، ممكن ياخد معاك ربع ساعة تحويل، نص ساعة تحويل، حسب الوضع بتاع الفيديو. تمام، بكده نكون انتهينا من حلقة النهاردة، وتابعونا في شرح البرنامج فورمات فاكتوري للاستفادة أكتر من البرنامج. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بنعتذر جدا، هو بس في حتة معينة يعني عشان تعرف الفيديو راح فين. طبعا أنا بعتقد إن الناس بتابع الفيديوهات السابقة، بس مش مشكلة. لو أنت عايز تعرف الفيديو راح فين، بتبدأ تضغط على مجلد الإخراج، هوت بيعرفك الفيديو بتاعك هيكون فين. تمام، وبحذر الناس ما تضغطش على كلمة إيقاف تشغيل بعد التحويل. وبكده نكون انتهينا من الشرح، وإن شاء الله رابط التحميل بتاع البرنامج بيكون أسفل الفيديو. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.